مشاورات أمنية بدأت قبل قليل، تلقينا قبل قليل صورة للاجتماع المشاورات. من نراهم في الصورة على الأقل بشكل واضح هم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مستشار الأمن القومي هانيكبي، نرى أيضا رئيس هيئة الأركان هيرتسي هاليفي، وزير الجيش يوآف جالانت، ورئيس الشباك رونين بار. لا نرى رئيس الموساد مع أنه كان من المتوقع يعني أو من المفهوم ضمنا أن يشارك في جلسة كهذه، ربما لم يعد من روما بعد أو لم يصل يعني إلى البلاد. هذه مشاورات أمنية، لا أرى أحدا من وزراء الكابينت الإسرائيلي على الأقل في هذه الصورة. يبدو بأن جلسة الكابينت لم تبدأ بعد وأن هذه صورة مشاورات أمنية تجري الآن. ربما لدينا الآن أيضا من رئاسة الوزراء، نعم رئاسة الوزراء تقول أيضا بأن رئيس نعم مشاورات أمنية الآن تجري في وزارة الجيش في تل أبيب، وأيضا رئيس الموساد متواجد، لا نراه في الصورة ولكن البيان يقول بأن رئيس الموساد متواجد بالإضافة إلى رئيس الشباك وأيضا الشخصيات التي عددتها بعد قليل. هذه عمليا الساعات الحاسمة الآن، يعني ترقب لما سيصدر عن هذه الجلسة الأمنية وجلسة الكابينت التي سيحضرها بالطبع أيضا الوزراء المتطرفين. بالطبع نرى أيضا، ربما دعيني أحدث أيضا ما قالته إذاعة الجيش قبل قليل، نقلت عن مصادر أمنية ومصادر سياسية إسرائيلية بأن الجيش خلال مشاورته الأمنية بالأمس واليوم التي جرت كان قد بلور عدة خطط وسيناريوهات من أجل الهجوم على لبنان وعلى حزب الله، وهو يعرضها بين الحين والآخر أيضا على المستوى السياسي. إحدى المعلومات اللافتة التي نراها أيضا في الساعة الأخيرة وردت في يديعوت أحرونوت وكذلك في إذاعة الجيش عن مسؤولين إسرائيليين بأنه لا نية للذهاب نحو حرب مفتوحة، وأن النية هي توجيه ضربة موجعة لحزب الله دون الانجرار إلى حرب إقليمية. هذا ما تقوله الصحافة الإسرائيلية نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، ولكن يجب أيضا هنا أن نأخذ بعين الاعتبار بأن إسرائيل تعلم بأن تسريب هذه المعلومات أيضا تنشر في أماكن أخرى، تنشر في العالم العربي في لبنان، وبالتالي قد تكون هي أيضا رسالة ليس فقط لإطلاع الجمهور الإسرائيلي على بعض المعلومات، وربما بالأساس رسالة إلى لبنان، رسالة إلى حزب الله، رسالة إلى الدول الغربية. التسريبات هي ليست عبثية، ولذلك أيضا من جهة أخرى يجب التعامل معها بشكل متحفظ جدا، خوفا من أن يكون هنالك محاولة أيضا للتضليل، طالما أن هذه المعلومات أيضا تصل إلى أماكن أخرى، إلى لبنان وإلى حزب الله، إلى حماس. بهذا المفهوم يعني أقول بأنه ربما يجب التعامل بتحفظ، ولكن كل التقديرات الآن في الساعة الأخيرة نقلا عن مصادر إسرائيلية رسمية لا تسمي اسمها، وأيضا وفق محللين عسكريين بأن المستوى الأمني الإسرائيلي حاليا لا يريد كسر قواعد اللعبة، بمعنى توجيه ضربة واسعة أو قوية ولكنها ستكون محدودة زمانيا ومكانيا. نعم. وفي أي حال من الأحوال كل ضربة كبيرة لإسرائيل هي مقامرة، هي رهان على الانزلاق إلى حرب مفتوحة. بالطبع نحن ننتظر كل معلومة قد تصدر عن اجتماعات المشاورات الأمنية وأيضا الكابينت الذي يجري الآن في مقر وزارة الأمن هنا في تل أبيب. تفضلي بالبقاء معنا إيمان. سأنتقل إلى جنوب لبنان، حيث على ما يبدو حنان تجدد الغارات هناك على الجنوب اللبناني، لو تطلعين على تفاصيل. صحيح كوثر، قبل قليل وفي هذه الأثناء بالتحديد يعني مسيرة إسرائيلية وللمرة الثانية اليوم تقصف بلدة شحين في القطاع الغربي من جنوب لبنان. كانت تعرضت بلدة شحين خلال هذا النهار لغارة حربية إسرائيلية، وفي خلال هذا الوقت تعرضت لغارة أخرى ولكن من مسيرة إسرائيلية. لم يتم تسجيل إصابات خلال هذا النهار خلال الغارات التي نفذت على البلدات الجنوبية وبالتحديد بلدة شيحين. في الغارة الأولى لم يتم تسجيل إصابات، لم نعلم هذه الغارة من مسيرة إن كان هناك استهداف لمنزل أو إصابات وقعت نتيجة ذلك.
أما الغارة أيضا التي استهدفت بلدة كفركيلا صباح هذا اليوم لم تسفر عن سقوط إصابات، وهذه هي آخر التطورات الميدانية على الجبهة الجنوبية. حزب الله حتى هذه الساعة نفذ عمليتين فقط، الأولى على مستعمرة أو موقع المنارة، والثانية على مستعمرة شتولة، واستهدف في العمليتين تجمع لجنود الاحتلال. وبحسب بيان حزب الله أوقع هناك يعني وقع جرحى في صفوف الجنود المتواجدين في تلك المستعمرات. في هذه الأثناء القطاعين الشرقي والأوسط يسودهما هدوءا حذر، لكن قبل قليل أيضا كانت مسيرات إسرائيلية تحلق على علو منخفض في القطاع الشرقي بالتحديد، وكان سبق خلال هذا النهار وفي ساعات الصباح بالتحديد تحليق للطيران الحربي بشكل مكثف جدا فوق قرى الجنوب بشكل عام، وأيضا فوق قرى الجنوب في الساحل وبالتحديد في قرى صور. هذه هي آخر التطورات كوثر من الناحية الميدانية، وبالتأكيد ما زال هناك حالة الترقب ما زالت مستمرة، وحالة التوتر أيضا ما زالت مستمرة بانتظار القرارات التي ستأتي من خلال الاجتماعات الأمنية الحاصلة في هذه الأثناء في إسرائيل.